المهاجمة القوية جدا شريف بيرو. يا مرحبا يا مرحبا، اول مباراه في حياتها مع النادي الاهلي تبقى ضد نادي الزمالك، واول فريق كره قدم نسائيه في النادي الاهلي تلعب وتسجل هدفين وتقود الاهلي للانتصار وترقص بدل الرقصه مرتين وبعدين تفرح وتغني وتحتفل مع زميلتها بعد المباراه. منورانا ومشرفانا شارتي روبن، مهاجمة النادي الأهلي وهدافة النادي الأهلي وصاحبة أول هدفين في تاريخ كرة القدم النسائية وأمام الزمالك. إزيك يا شارتي؟ I'm fine. أخبارك إيه؟ شكرا جزيلا، أنا بخير. كله كويس؟ Yes, everything is good, yeah. تكلم نعم عربي كل شوية. شيء بخير. ما فيش عربي؟ No, I don't. فيش عربي؟ I don't speak little. لا للأسف أنا أتكلم القليل من العربية. شكرا. تكلمي ايه عربي بقى؟ شكرا. اوكي يلا. حلو قوي. يلا يلا بينا. يلا. تاكلي اكل مصري؟ السلام عليكم. نعم انا اكل الاكل المصري، الاكل المصري لطيف. انا افضل Egyptian food. I love Egyptian food. احب الاكل المصري كثيرا. نعم. زي ايه يعني؟ بتاكلي ايه؟ بتاكلي ملوخيه؟ بتاكلي كشري؟ بتاكلي فول وطعميه؟ محشي؟ قيا؟ نعم نعم احبها. وايضا اكل، لا اذكر اسم الاكله ولكن انا احبها كثيرا. لا اذكر الاسم ولكني احب هذه الاكله كثيرا. اكله لذيذه جدا، احب الاكل المصري. نعم. هدفت الدوري النيجيري، واخده الدوري في نيجيريا، تجربة محترمة في كازاخستان، العودة لنيجيريا، وبعدين النادي الأهلي. احكي لي بقى قصتك مع النادي الأهلي جت ازاي، يعني المحطات المهمة في حياتك اللي حابة تتكلمي عليها. حسنا انا قصتي مع النادي الأهلي منذ انضمامي، أنا سعيدة في البداية أني انضممت إلى هذه العائلة العظيمة. الجميع في النادي الأهلي رحبوا بي منذ اللحظة الأولى، زميلاتي في الفريق، المدير الفني، مدير الفريق كابتن شادي محمد، والمدير الفني ديمتري. أنا أحب العمل معه كثيرا، هو إنسان رائع، وزميلاتي والجميع يحبني، وأنا أحب التواجد والانضمام لهذه العائلة العظيمة. أنا كنت سعيدة جدا حينما انضممت إلى النادي الأهلي، لأني سعيدة أني انضممت إلى أكبر نادي في إفريقيا. قعدت كم سنة مع النادي الأهلي؟ Yeah, for me, I signed 1 year and. أنا وقعت لمدة عام حتى الآن. أنا أؤمن أني سأمدد عقدي مع النادي الأهلي إذا طورت من نفسي هذا الموسم. أنا أؤمن أني سأبقى لمواسم أخرى مع النادي الأهلي. كنت تعرفي ايه بقى عن النادي الاهلي قبل ما تنضمي للنادي الاهلي؟ I just know them like انا كنت اعرفهم ان they never give up and انهم لا يستسلمون ابدا في النادي الاهلي، دائما رائعون ودائما مميزون في بطولات الاتحاد الافريقي. انا حينما كنت في نيجيريا انا كنت اشاهد فريق الرجال للنادي الاهلي لكره القدم حينما أتوا لمواجهة إنيمبا في نيجيريا، فبالتالي أنا أحببت الروح القتالية للفريق. أنا أعرف الكثير عنهم من قبل أن آتي إلى مصر، فبالتالي أنا سعيدة جدا أني انضممت إلى النادي الأهلي لهذه العائلة الكبيرة، هذه العائلة العظيمة، أني الآن جزء منها. أنت وشك سعيد وبتضحكي ومبسوطة، شكلك كده دمك خفيف وأنت إيه
الفاكهه بتاعت الفرقه، احساسي كده بيقول كده. نعم، لاني هذا يعتمد على اسلوب حياتي. انا احب الرقص واحب making my teammates happy. واحب ان اجعل زملائي في الفريق سعداء. The family loves me. والعائله تحبني لذلك، وانا احبهم كثيرا لاني احب الابتسام كثيرا واحب الفرحه. I play good. حينما ابتسم العب بشكل جيد. واضح. هذا كل ما احبه. طيب احكي لي بقى، انت كنت عارفه ان الماتش الاولاني مع الزمالك، وعارفه يعني ايه المنافسه بين الاهلي والزمالك في مصر، وان في دقائق معدوده. قولي لي بقى، الناس بعد المباراه قابلتك ازاي، او بقيتي مشهوره قوي بعد المباراه، ولا الدنيا مشيت ازاي؟ قبل المباراة أنا كنت أعرف لم أعرف الكثير عن الزمالك، ولكن أنا أعرف فقط عن النادي الأهلي في مصر، لأني وحينما عرفت أردت كثيرا أن أواجه الزمالك. لم أفكر فيهم، أنا فقط فكرت في فريقي، لأني أبقى سعيدة جدا لأحرز، وأنا سعيدة للمواجهة للعب ضد الزمالك، وأن أجعل جماهير الفريق وزملائي كذلك سعداء. فأنا سعيدة جدا أني لعبت هذه المباراة أمام الزمالك وأحرزت هدفين. أنا متحمسة كثيرا لهذه النتيجة، والحب الذي وجدته من زملائي في الفريق والمدير الفني، الجميع أحب الفريق واللعب ضد الزمالك، وأنا سعيدة أني لعبت ضد الزمالك وأحرزت ضدهم هدفين. تعال نحكي بقى عن الهدفين. الهدف الأولاني رقصتي ورقصتي تاني وشطتي، وبعدين الهدف التاني بالراس، بس قصة الهدفين احكي لي كده شوية. أوكي يلا. Yes, tell me that. Okay. The first goal. الهدف الأول. Is teamwork. هو كان عمل جماعي للفريق. I love my teammates. أحب زميلاتي في الفريق لأنهم. Because without them. لأنهم يساعدونني كثيرا. I'm able to score the goal. وهم ساعدوني على إحراز الهدف. على إحراز الهدف. My American teammates. طب تعال نشوف الهدف مع بعض. ها. كده وبعدين تاني وبعدين سددتي. احكي لي بقى يعني قصة الهدف. اوكي. يلا. قصة هذا الهدف اني is the confidence I have. هي الثقة التي تحليت بها والإيمان اني كنت مؤمنة كثيرا اني سأحرز الهدف. انا أردت كثيرا ان أحرز هدف في هذه المباراة. نعم. لذا الثقة والإيمان وايضا العمل الجماعي لفريقي. حلو. قد ساعدوني كثيرا. قولي لي بقى الرقصه، الاحتفال والرقصه دي، انت متعوده عليها ولا دي جديده ولا دي للجمهور ولا ايه؟ احكي لي شويه. لا فقط انا غيرت احتفالي في هذا، انا اغير احتفالي في كل موسم، وفي هذا الموسم انا قررت ان ارقص في أول هدف للنادي الأهلي. أنا أحب أنا وشاهدتهم وأعرف أن فريق الرجال في النادي الأهلي يحبون أن يحتفلوا ويرقصوا بعد كل هدف، فبالتالي بالنسبة لي كأفريقية أردت أن أرقص والاحتفال. أيوة. هذا الاحتفال تحديدا. هاتوا لنا احتفال النوم بتاعها ده، خلينا نشوفه كده ونقعد نضحك معاه شوية. هنا هنا الاحتفال الأولاني رقص. The first one is اوكي. ذا سليبنج سيرفيشن. بالنسبه لاحتفال النوم، انا شاهدت فريق النادي الاهلي الرجال وهذا كان احتفالهم. فبالتالي حينما احرزت هذا الهدف قررت ان احتفل مثلهم. هنا بقى في السكند جول بقى خلاص بقى دخلت بقى الاول بيرسي تاو، وبعدين دخلت بقى في النوم، بس واضح ان انت اللي ايه جره كلهم وراكي.
نعم هذا الاحتفال كان من تصميم فريقي لأنهم أرادوا مني أن أنام طلبوا مني كذلك في الاحتفال بالهدف الثاني فنمت على الأرض لأني لم أرى الزمالك ولكني نمت فقط بعد إحراز الهدف. شعورك إيه بقى الناس بعد المباراة كلموكي في الشارع الناس بدأوا يتصلوا بيكي مقابلة الناس ليكي عاملة إزاي اتشهرتي بسرعة؟ نعم كثيرا لأن بعد المباراة الجميع أصبح يتكلم عني وأنا سعيدة جدا يعني أطور الآن نفسي فأنا سعيدة جدا أن أرى الجماهير سعيدة وسعيدة لي والناس تتصل بي وتحدثني عن المباراة وأن وطريقة إحراز الأهداف فأنا ممتنة كثيرا للجميع وللجماهير النادي الأهلي أنا سعيدة جدا لهم لأن I make them proud. لأني جعلتهم فخورين بالنادي الأهلي. شايفة الكرة النسائية في مصر عاملة إزاي؟ Yeah, this is my first time playing though. نعم. هي أول مرة لي أن ألعب في like في مصر الكرة النسائية في مصر. It's normal. I don't see any. أعتقد أنها طبيعية. I believe that. لا أرى أي شيء غريب. أنا أؤمن أن فريقي أفضل فريق. لا أرى أي فريق آخر. لا أرى إلا النادي الأهلي. لأن الأهلي فريق رائع. والمدربين واللاعبين وزملائي في الفريق أو زميلاتي في الفريق أعتقد أنهم سيكونون الأبطال هذا الموسم في الدوري المصري. لأني لا أرى أمامي أي فريق إلا النادي الأهلي. نعم. خليني بقى أسألك عن بس هنا الفرحة والسعادة بعد المباراة واضح إنه دخلتي في الأجواء خلاص بقوا مصاحباتك الفرقة كلها ومين أقرب الناس ليكي داخل الفريق؟ أوكي I have لدي في الفريق قولي my closest friend is أقرب أصدقائي في الفريق هي نادين 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 نعم هي هي أقرب لقلبي وأنا أدعوها بأختي نعم she's so happy for me هي دوما سعيدة من أجلي I love to be with her in the team. أنا دائما أحب التواجد معها فهي الأفضل بالنسبة لفريقي وأيضا منا she's a very good player. هي لاعبة رائعة أيضا وأنا أحب أن ألعب بجانبها في الفريق حينما أحرز الأهداف هي أول واحدة تنادي علي وتخبرني أن نحتفل بهذا الاحتفال أنت قلت للكابتن شادي أنك هتصبغ شعرك أحمر وخدت منه فلوس وخدت منه دولارات وبعدين عملتي أخضر صح؟ Yes, I told. أنا أخبرته أني. But I tried. أنا سأفعل ذلك لأن أنا حاولت أن أفعل ذلك ولكن الصبغ لم يكن. ولون الشعر لم يكن جيدا بالنسبة لي لم يكن لائقا فأنا عدت مرة أخرى إلى لوني الأصلي. أنا أردت أن أتضمن وأن أكون جزءا من النادي الأهلي ولكن وأردت أن أضع لون الفريق على شعري ولكن لم يكن مناسبا. احنا حبينا نقول لك مبروك ونقدمك للجمهور من خلال شاشة قناة النادي الأهلي وكل ما تجيب جوان كل ما هنجيبك ضيفة عندنا واحنا اللي هنعمل لك مكافآت بعد كده نعمل ديل ايه رأيك؟ اوكي حسنا بالطبع اوكي ثانك يو فيري ماتش شكرا جزيلا لكم وانا I need to say anything أود أن أقول نعم. شيئا ما هلو اوكي يو كان سي اوكي I want to use this great opportunity. أود أن أستغل هذه الفرصة العظيمة أن أقول ألف مبروك لقناة النادي الأهلي. To my fans. ولجماهير النادي الأهلي أيضاً. أنا سعيدة. سعيدة جداً بالدعم وأحب كل شيء أجده هنا وخصوصاً أعضاء فريقي أنا ممتنة لهم كثيراً وأنا سعيدة بالتواجد معهم. وبالنسبة لي. And the team. أنا أحب النادي وفريقي جدا. We make Halali a big history. والذي جعل من الأهلي تاريخ كبير. أنا أؤمن كثيرا في فريقي وفي زملائي وفي مدير الفني. هو مدير فني رائع وأنا سعيدة للعمل معه. He's the one that makes me
to have the confidence. هو الذي منحني الثقة لأتواجد في الأهلي اليوم. ديمتري هو مدير فني رائع وأنا سعيدة جدا للعمل معه والعمل مع الفريق. وأكررها كثيرا من President Captain Shadi. ولمدير الفريق كابتن شادي محمد. هو رجل رائع ويتحلى بقلب كبير. أنا سعيدة جدا بتواجدي من مصر. هو قد رحب بي كثيرا منذ أن وصلت. أنا أحب اللاعبين وأحب كل شيء في مصر. أحب التواجد في مصر كثيرا. أنا ممتنة كثيرا أني أتيت إلى مصر وخصوصا وأقول للجماهير أننا سنجعل النادي الأهلي فخورا بنا وسأجعل الجماهير فخورة بي وسنكون أبطال وسنكون الأبطال وسنفوز بكل مباراة إن شاء الله. أشكرك شكرا جزيلا شارتي ومبروك وإن شاء الله لنا لقاءات قادمة. بشكر أستاذ مصطفى علي اللي كان معنا على الترجمة. هنروح لفاصل. بعد الفاصل أبطال ونجوم برونزية مونديال كاس العالم لكرة اليد وقيادة مدربهم القطر.